هتقدر تحذف كده ورقة الكوتشينة في الهواء وتقدر ترجع لك تاني بكل بساطة وبكل سهولة بالفيديو الجميل ده. هتقدر كل تركاية احفظها في الفيديو دوت علشان تقدر تجربها على ورق الكوتشينة اللي عندك، بس الورقة لازم أن يكون بلاستيك. فانت احفظ الفيديو ودوس على الشاشة مرتين والغي الزائد اللي تحت صورتي علشان تظهر لك فيديوهات جميلة زي دي. اتفرج يا صاحبي، لازم أن يحددها كده على ايديه بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم دوت، تمام؟ وبعد كده جمال، ايه الحلويات دي؟